السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبع جريدة كترونسيس، معنا شاب من مدينة المحمدية، شاب اللي هو موجز يعني من النخبة المثقفة، غيتحدث لنا اليوم على بعض الجمعيات بالمدينة. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أولا بدء قبل أن نتكلم على الجمعية أو السلبيات للجمعيات أو الأمور الوخيمة التي تقع فيها الجمعيات، يجب أن نكون صرحاء ونزهاء وتكون لدينا المصداقية والإنصاف. الذي يعمم هذه لغة الجهلاء، الذي يقول كل الأطباء، كل القضاة، كل رجال السلطة، كل المسؤولين فيهم يعني الأشخاص غير نزهاء، هذا مجنون وغير منصف. كما كيقول المثل المغربي، كاين الحجر وكاين الطوب. من هذا المنبر كنشكر الجمعيات اللي كتنفق من المال ديالها الخاص، اللي كتخلي الأزواج والأبناء والأسر ديالها وكتمشي تدي بلاصة في الأماكن، القرى المنسية والمغرب المنسي، وكتمشي تشوف دور الصفيح، وكتشوف الناس حبل الكراسي والعربات، وتشوف المطلقات، وتشوف الأرامل، وتشوف الأمور اللي على 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 قبالها تأسس الجمعية. لأن الجمعية عموما كما هو مذكور، ما هو دور الجمعية؟ الجمعية هو دور تكميلي للقطاع الحكومي، لأن رئيس المجلس البلدي ماشي سبع، غادي يوصل للناس المعنيين بالأمر، العميل كذلك، القيد كذلك. إذن في الجمعية تكمل دور القطاع الحكومي وكذلك القطاع الخاص لتوصيل التنمية البشرية بما فيها من الناحية الصحية والناحية الاجتماعية والناحية الاقتصادية للناس المعنيين بالأمر. إذن فعتابي أنا ليس على الجمعية جملة وتفصيلة، لأنني أنا مول العصير. واحد النهار سمعت واحد كيقول له واحد السيد ما تمشيش تشرب عندو العصير، كيبيع الخامج. هذاك السيد مول العصير كيبيع الخامج، وديت لو قلت ليه دخل الكوزينة ولقيتي شي حاجة خامجة نسد المحل اليوم. فالانتقاد يدل على النجاح، أي واحد كينتقدوه الناس فكيدل على النجاح. أي تجارة أو أي تاجر أو أي مسؤول إلا وكيتنتقد، كاين اللي الانتقاد ديالو بناء ومبني على معطيات، وكاين الانتقاد ديالو هو محل الحسد، لأن الحسد هو لغة الساقطين في اتجاه الناجحين. طيب باش ندخلوا في صلب الموضوع، نحن نعاتب بعض الجمعيات ويشرفون العمل الجمعوي المبني على الكرامة والإنفاق من المال الشخصي وعدم تبذير أموال رئاسة الجماعة، وكذلك إيصال أموال المحسنين إلى الناس المعنيين بالأمر. لأن العتاب ديالي مبني على مجموعة ديال المعطيات، يتم اعتقال فاعلين جمعويين ويتم اعتقال رؤساء جمعيات لأنهم لصوص. ولا أعمم، واخا لا أعمم فهاد الشق ديال الاعتقال، كنا شفنا واحد رئيس الجمعية اللي كان كيتحرش بالدري، واللي اللي شفنا شنو ممكن تقول على القضيه اللي وقعت في الجديده ديال رئيس الجمعيه اللي دا الدراري الصغار وبدا كيمارس عليهم الفاحشه، شنو ممكن تقول في هذا؟ اخي الكريم، في هذا الباب هذا، في هذا الموضوع هذا، ما خفي كان اعتر. مجموعه من المؤطرين الجمعويين كيمارسوا الرذيله على الاطفال، وكيمارسوا مجموعه ديال الممارسات الشنيعه، ولكن باقي مسترين. بحال دابا هذا الطفل هذا اللي تم التحرش به امام الملأ، لولا ان ذوك الفتاتين تم تصوير يعني استعمال الهاتف لتصوير هذه الحادثه، ما كنا سنعرف هذه الممارسات الغير اخلاقيه في المخيمات. تخيل معايا مؤطر، اذا كان المؤطر هو الذي نعطيه فلذات الكبد ديالنا، اذا كان المؤطر هو الذي يبقى مع ولدي 10 ايام 15 يوم في الصيف ويفعل هذه الاعمال، ماذا سيفعل المواطن العادي؟ هذا المواطن الذي كان يعلمنا النشيد الوطني ويعلمنا الأناشيد التي تبت فينا الأخوة والكرامة والإنسانية والاتحاد، أصبح هو الذئب الذي يعني يستعمل على الغنم.
واخا يعني بغيتي تقول ان بعض الجمعويين ساترهم الله اكيد ساترهم الله ولم يعن وقته فضحهم. لا بس نعود نكرر كي يقول لك وانت في الاول كتقول التعميم من شيم الجوالة نتحدث عن البعض. انا لا اعمم لان انني كنعرف بزاف ديال المطلقات وبزاف ديال الاراميل وبزاف ديال الاطفال المتشردين وكنعرف بزاف ديال الضحايا الاجتماعيه قاموا بعض الفاعلين الجمعويين بالخدمه ديالهم. كاين اللي وجدوا ليها الدار، كاين اللي وجدوا ليها العمل، كاين اللي وجدوها الدواء الطبيب النفسي وكانت متابعه نفسيه. ولا اريد ان اذكر الاسماء باش ما يقولوش رانا مدفوع وعاطيني مال باش نزكي فلان ونطيح من فلان. هذا دليل على انني لا اعمم. باقي الناس الله يعمر لهم الدار وباقي فاعلين جمعويين كيضربوا تماره من مالهم خاص. ولكن اخي الكريم راه كاين اللي كيخدم فاعل جمعوي الاجندات سياسيه، كاين اللي دخل العمل الجمعوي باش يوصل للبرلمان، كاين اللي دخل العمل الجمعوي باش يدخل رئاسه المجلس البلدي، كاين اللي دخل العمل الجمعوي باش يحظى بواحد الارضيه ولا بواحد المشروع. يعني كاين اللي كيتاجر ماشي غير في الزلزال وفي ضحايا الزلزال، كيتاجر في المغرب كله. هو زلزال براسه، هو كشخص زلزال بعينه. الله يجازيكم بخير، رسالة لرجال الأمن، السلطات المعنية بهذا الموضوع، الناس اللي كتعطي الجمعويين المنح وكتعطيهم الأموال باش يوصلوها للمنكوبين والمتضررين والناس المعوزين والفقراء، الله يرحم ليكم الوالدين. من ابن مدينة المحمدية أود أن تفتشوا في سجلاتهم العائلية، فهناك بعض الفاعلين الجمعويين من يكتب أماله ومنازله وتركته لأخته أو زوجته أو بنته لكي لا يفضح. وإذا سألته يقول لك أنا فاعل جمعوي عندي براكة، واخا أنا فاعل جمعوي باقي ساكن في بيت الكرة، أنا فاعل. ولكن إذا جيتي تشوف ولاده وتشوف الأهل ديالو اللي دايرين بها تلقى كاتب لشي واحد فيهم دار ما ديرهاش بالقدرات الدراسية ديالو، ما جاهورت ما جاه والو. واخا في هذا الصدد علاش بالضبط هما كيبغيو أنهم يكتبوا كما كتقول بعض الجمعويين يكتبوا هاد الأملاك لأولادهم، علاش ما يكتبوهاش لنفوسهم؟ ذلك الفاعل الجمعوي اللي كتجيه اموال من خارج ارض الوطن ومن داخل ارض الوطن وكتجيه منح وكيتقوا فيه المحسنين، كتكون 100 مليون 150 مليون تقدر توصل حتى 300 مليون. واحد السيد دار كسيده، خرج واحد السيد كينادي وكيناشد الناس باش يتعاونوا معاه، كيدخل واحد الفاعل جمعوي وكيولي متواصل مع ناس ديال الصليب الاحمر ولا الصليب الاسود ولا الصليب الازرق وكيعطيو ليه بزاف ديال الاموال باش يقوم بداك السيد من الزاد، فاذا به كياخذ واحد حصه الاسد من داك من داك الحصيله وباش ما يتفرش ما يحطش البنك بسميتو او يشري بها عقار كيدير بحال التبييض. هذا نوع من تبييض الاموال ونوع من الزوار ونوع من توهي من بحال كتقول واحد التمويه قانوني. حتى نهار يتعتقل او تكون شي شكايه او شي يشموا فيه الريحه الى لقاو الدار بسميتو هو خدامه ب 3000 درهم في شركه ولا في حانوت ولا يقول كيفاش درتي دار ب 40 مليون من جاتك؟ فهذا الدليل قانوني على انه ما عنده ورث، ما عنده مدخول، وعنده 40 مليون ولا 50 مليون ولا دار ولا دوار ولا عقار، مين جبتي يا خويا؟ سؤال يجيب عنه حتى. واخا السؤال البسيط اللي بغيت نطرح لك، كاين اللي كينوض كيقول لك بعض الفاعلين الجمعويين عاطلين على العمل، كيفاش ممكن انهم يفيدوا يعني الساحه الجمعويه؟ دابا هو شوف العمل الجمعوي اصبح وظيفه لمن لا وظيفه له، وعملا لمن لا عمل له. يقال ان عاطل على العمل في فرنسا يسمى شمور او شوماج او عاطل، وفي المغرب عاطل على العمل يسمى فاعل جمعوي. انا كنموت على الفاعل الجمعوي المثقف، الفاعل الجمعوي اللي وصل الاهداف ديالو ماشي في مطيه العمل الجمعوي، اللي وصلوا بصم صورته في المجتمع المدني عبر ان يكون استاذ او يكون محامي او يكون طبيب او يكون قاضي او يكون انتربرونور او يكون عدول او يكون موظف يا اما في القطاع العام او القطاع الخاص. ونهار كيدخل العمل الجمعوي كيكون سبع وياكلني داخل شبعان. انا شفت ناس ما كانش عندهم الكرش، نهار دخل العمل الجمعوي دار كرش، والكرش له عده اوجه مجازيه ماشي بمعناها البطني. واخا فهاد العمل الجمعوي شنو هما الحوايج اللي ممكن انهم كيستغلوا بعض المفسدين باش انهم كياكلوا حصه الاسد او كما كنقولوا كيتوفر على مدخول مالي؟ حنا عليك بالله ولينا كنسمعوا سفراء وكيعطيوهم سيدنا الله ينصروا اموال باش يعاونوا الدول الافريقيه وكيدوزوا ليها، وشحال من سفير محكوم دابا بسنوات ديال السجن. واش كنشوفوا ناس اللي وازنين في الدوله وكياكلوا حق الفقراء وحق وكياخذوا اموال ديال المحسنين وما غايجيش فاعل جمعوي؟ ما الفاعل جمعوي معصوم؟
كاين كاين فاعلين جمعويين الله يجازيهم بخير، شفنا الخدمه ديالو قايمين على قدم وساق. ما نقدرش نقول لك ما كياخذش او كياخذ، ولكن كنشوف الخدمه ديالو كما كنقول لكم سبعوا كلني. ولكن كاين فاعلين جمعويين اخويا اللي بسبب الفعل الجمعوي وصلوا، وكاين اللي ما باغيش يبين باقي خدام في داك الحوينيت وساكن في ديك البريريكا وعندو ديك الصنيديله، ولكن اللهم بارك راه كتجي اموال المحسنين من خارج الوطن ومن داخل الوطن 200 مليون 150 مليون. علاش دابا الفاعلين الجمعويين تقلقوا بعض منهم تقرفوا؟ لان بحال انا غنكون سبب انني نقطع عليهم التمويل الاجنبي والوطني، ما بقاش عندهم البزوله اللي تعطيهم الحليب. اما الناس النزهاء راه خدامين في الظلام وبالليل، ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه، ما كيتسوقوش الكلام ديالي. شكون اللي كيتسوق الكلام ديالي هو اللي فيه الفز؟ هذاك الجمعاوي اللي خدام ونزيه جزاك الله خيرا، رزقت اجر الدنيا واجر الاخره. كاينين فيسبوكيين وكاين اصحاب اليوتيوب خدامين كيجيهم الاحسان وخدامين، وكاين اللي داير الفيلا والدار من صحاب الفيسبوك حتى هما طالهم ما طال الفاعلين الجمعويين. عرفنا ناس في فيسبوك واليوتيوب ما كان عندهم حتى شي حاجه، شويه ولا كيدير فلوقات عندي فيلا، ولينا كنشوفوا عنده ثلاثه كات كاتات، ولينا نشوفوا عنده العقارات، من اين لك هذا؟ واخا غير فهاد الصدد ان دوك الناس ديال اليوتيوب كنقدروا كنقولوا كيدخلوا فلوس من الادسنس، ولكن بغيتي انت تقصد لي المافيا ديال الاحسان العمومي. الله يرحم الوالدين، ما بغيتش نسمي دابا. لا ما تسميش غير هو باش ندوي ميشا. الوالدين كاين واحد سميته بحرف كذا، ما عليناش ما عليناش، واحد بحرف كذا وحرف كذا كيدير فلوقات، اللهم بارك. راه واخا يكون الادسن كيدخل بنادم زباله فلوس، راه ما توصلش تكون عندك هاد الاموال الطائله وهاد العقارات وهاد الخير اللي فيه. راه ما يمكنش اخي من العمل ديال الادسن شحال كيدخل في الادسن؟ 3 مليون في الشهر. واش بلوغ واحد شحال كيطلع في الفي؟ نديروا لي حنا 3 مليون في الشهر شحال ضربات في العام؟ يعني 30. بغيتي تقول لي الدوله الا دايره 800 مليون انا غنحسب ليه من نهار دخل اليوتيوب ودار الادسن حتى ليومنا هذا، ونديروا ليه 30 مليون في الشهر ونعطيو 10 سنين ديال العمل ديال المحسنين ديال اليوتيوب والفيسبوك. واش في 10 سنين غيجمع مليار من اليوتيوب؟ تمالو هو سعد المجرد؟ واش مالو هو ليدي غاغا؟ وشكون هو نيمار؟ صافي نكونوا نخدموا المنطق شويه، راه ليا كيلكو شوز كيكلوش اصاحبي، راه خص المسؤولين يديروا خدمتهم الله يجازيكم بخير. باش تقول الرقابه الماليه؟ الرقابه الماليه والمحاسبه من اين لك هذا؟ شوف ما يديروش القالب ديال المرداز، راه كتصوني من التليفون ديال ولدها للقاتل ديال راجلها، وكانوا كيتابعوا التليفون ديالهم ما حصلوهاش، بلي مشاو التليفون ديال بنتها عرفوا بان خطات مع داك خونا مع ختنا باش يقتلوه. راقبوا لي اولادهم وزوجاتهم وعائلاتهم، واذا كان شي واحد فيهم خد شي ورث وعنده بارتمون بصحته، اما اذا كان عنده واسع ناعس حتى العصر وعنده دار في جنان الزيتون ولا دار في لاكولين ولا دار في المنصوريه ب 40 مليون، من اين لك هذا سيدي؟ راه فلوس الناس راه فلوس اليتامى. انت علاش بنادم؟ وانا بغيت نسول سؤال يعني وعطوني جواب عليه، لماذا انتم مصرون على الجمعيه؟ شنو فيها؟ ندخلوا لها حنا؟ لا ولكن الجمعيه ذات منفعه عام، يعني كتجي من اجل ان كلشي مضارب عليها انها تقوم بواحد المنفعه عامه. شي فكره على المنحه اذا كان ممكن تنورني؟ انا ما عرفتش كتجي منحه سنويه او لا؟ كياخذوا منحه سنويه من الجماعه كيدفعوا الطلب ديالهم ديك الانشطه اللي قاموا بها. هذوك اللي كياخذوا المنحه ملائكه، واش الفلوس ديال كورونا وخرطوهم؟ واش كورونا الناس مسدوده عليها في دارهم 24 ساعه على 24 ساعه، وكاين اللي عنده هري كاطريا ميطاج ودافع الكود وخير؟ انت هذا اللي عطى، هذا اللي عطاك المنحه، شكون انت باش تكون عندك رقابه عليا وتكون عندك سياده عليا؟ واش انا عطيتك رخصه تنوب عليا باش تاخذ واخذ المنحه اللي خير؟ عطوني باي منا. واش شي واحد واخذ 200 درهم في انتخابات؟ شي واحد واخذ المنحه من العام لعام؟ شي برلماني دابا برلماني كيتوشي 3 المليون ضربها في الشهر شحال جات؟ 24 ولا 34 كياخذ الشهر، كياخذ الشهر، كياخذ الشهر 3 مليون ضربوها في 12 3 في 3 6 هي تكون شي 3 في 1 3 36 مليون ضربها في 5 سنين الولايه ديالو. ما كرهش نكون شفار كما قال الدري الصغير في واحد الفيديو، ما بغاش يكون بوليسي، ما بغاش يكون اي شفار ديريكت، ما بغاش يكون برلماني، تحيه للمخزن، ما بغاش يكون لان يعني بحال كنقولوا المخزن هذا ماشي كتقصد تكونش قادر حتى الاسقاط. الله يرحم الاسقاط ماشي من باب تشخيص كشخص معين، راه غير بغا شي دير لها اسقاط. وصمه عار ولات، وليت كتشوف بان داخل المنظومه الاجتماعيه كاين واحد السوسه تنخر المغرب باش ما تكونش هذيك النهضه التنمويه، هما اللصوص يعني ضد توجيهات ديال صاحب الجلاله. الله يرحم لك الوالدين، الملك راه مريض، راه كل ما كانش كيتلاقى بهم ويعطيهم
اللي كيعطيهم للاوامر وكاين نهض الهمم ديالهم راه اخ النوش راه ما جاش عند الناس المتضرره في الزلزال. الملك هو اللي كيبكي وعطى الدم ديالو. تخيل معايا واحد عنده الدم ديال الملك وحنا اخ النوش يمصلنا الدم ديالنا ورئيس الجماعه يمصلنا الدم ديالنا والجمعويين يمصلنا الدم ديالنا راه بزاف. واخا بعجاله نرجعوا للقضيه ديال الجمعويين، شنو ممكن تقول لنا زعما المنظور ديالك ومن الرؤيه ديالك في القضيه ديال الزلزال؟ اخويا الجمعويين كما قلت هناك بعض الجمعويين خلاو ولادهم وعائلاتهم ومشاو مساكن ديبلاصا والورزازات ورجعوا مشاو لتارودانت ورجعوا مشاو لمراكش وخلاو ولادهم ومراواتهم. كاين اللي مرتو ولدات هنا وما جاش شاف ولادهم، وكاين اللي من المال العام ديالو انا كنعرف واحد السيد لاباس عليه عطى فلوس صحيحه وعطاها الناس ولاد المحمديه ومشاو وصلوها. ولكن راه كاين اللي في الاعتقال دابا، كاين اللي خارج شرط صراح مشروط وكاين اللي مؤقت او كما قلت، وكاين اللي تلاحت عليه واحد كروه حمراء بان هذاك الجمعاوي سرق المواد المتابعه صراحة، وكاين اللي متابع في حاله. اذا هذا دليل ماشي هو على ان كاع الجمعويين لصوص، ولكن دليل على ان في العمل الجمعوي داخل الجمعيات هناك لوبيات. واخا واش كتشوف باللي الجمعيات كتقوم بشي تحسيس بشي تاطير؟ طيب انا اعاتب الجمعيات بانهم لا يستطيعون مواجهه رئيس المجلس البلدي الجماعي بمدينه اي تمنى بمدينه المحمديه. لا ادري نفتح قوس، هل تم تسكيتهم؟ هل تم تسمينهم؟ هل تم تطعيمهم؟ ام ان هذا العمل لا يهمهم؟ مجرد اسئله هذه من حقك. بغيت نعرف انا العمل الجمعوي اليس هو الضغط على رئاسه المجلس البلدي ومساءله الجهه المجلس البلدي وطلب المجلس من رئاسه المجلس البلدي اين هي التنميه في المدينه المحمديه؟ على فكره كاينه هيئه ياك اخ كاينه هيئه انا واحد قال لك غيتابعني لانني طعنت في الجمعيات تكافؤ الفرص والمساواه. دخلنا على هيئه مجموعه انفاه من الجمعيات. كنعتذر انني سمعت كلامك ولكن واحد الكلمه باغي نقول. مرحبا تفضل. واحد الفاعل جمعوي قال بان ولد المحمديه يشك فينا ويطعن فينا، ويعني لماذا يقول ان الجمعويين لصوص؟ انا اقول انني لا اعمم، وكذلك اقول لك ايها الفاعل الجمعوي اين انت من القضيه؟ مرحبا. ملايين جات من هنا ديال المبادره، المبادره التنمويه وهي اللي خلينا على الدعم ديال الجماعه. اسمي ما اخ الكريم نيت فهاد فهاد السياق باش نرجعوا لهاد المبادره، بغيناك تكمل لينا حيت حبس لك الكلام ديالك. اتمم دابا هاد الفاعلين الجمعويين كيتواصلوا مع رئيس المجلس البلدي، كيكونوا في تظاهرات، كيكونوا اقرب من 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 سده الحكم في المحمديه. لا نراهم الا في الاسترزاق على المنكوبين والمضروبين. ماشي الحكم وانما السير. السير اين انتم من احياء الصفيحيه مسيره وبرادعه؟ اين انتم من المستشفى الاقليمي؟ اين انتم من المصلى الذي سوف يصبح كليه طبيه او ما شابه ذلك؟ اين انتم من البنيه التحتيه؟ أين أنتم من منازل الإيواء للطفل وللمرأة المطلقة؟ أين أنتم من المسرح الذي أصبح مستشفى أو أصبح مغلق مصحة؟ لا راه ولاو كيجلبوا فيه الدراري الصغار، هذاك المصحة اللي كيجلبوا فيه الدراري الصغار اللي كاينة في المصباحيات تم إغلاقها وتم تعويضها بالمسرح البلدي اللي تابع لوزارة الثقافة ولا تابع لوزارة الصحة. يستخدم تخيل معايا كوميسيرية غتولي سبيطار غتولي بار غتولي ما فهمتش انايا مستشفى. واش هذا مستشفى ولا مسرح ولا كيبولوا فيه الشماكرية ولا كيباتوا فيه المجرمين ولا حاطين فيه الكرارس مساكن اللي ما مستافدينش من هذا المركب؟ في اخبار بان اصحاب الكرارس كاملين عندهم حقهم في هذا المركز الاقتصادي اللي كاين في المحمدية خمس سنين من خلطة الجموع. شاطئ الجموع هاد سوق النموذجي، سوق النموذجي مولاه لصوت. ولكن راه قال لك هزو مدام جيت تير العالية، ولكن هذاك لازال مغلق. ما عرفنا الوالدين. دابا خصنا نفرقوا ما بين الفراشة ديال الجامع والفراشة ديال شارع الحرية. يعني الناس كيعانيو الفراشة. الفراشة ديال الجامع مالي كانت عندهم واحد النقابة وكانوا كيضغطوا على العامل ورئيس سكتهم في ذاك الدريف ذاك الزنقة في تحت جناح سيلون 18. هذاك راه جناح هذاك ماشي سوق، ما كيتمثل ما كيتوفر على حتى ابسط، ما كاين لا طواليت لا ضو لا ما. واللي هذوك النقابيين اللي باعوا الماتش واللي كانوا كيبركوا بصحاباتهم، صحابهم هما اللي عطاهم الحوانت الاولين وعطاهم الاستراتيجيه.
راني السوق النموذجي اللي ما خلصاتش المجلس الرزع ديال مول لافير باقي ما واخدش رزقه. قال لهم ما غاديش نخليكم تخدموا فيه تعطيوني رزقي عاد نخليكم. فينك عيش منا؟ فينك الجمعويين الناس كتبيعها في الزنقه وكتصب عليهم الشاو والماء؟ المنظمات الحقوقيه كتبان لك كاينه هنا في المدينه واخويا؟ المنظمات الحقوقيه مع احترامي لها يتابعون دنيا باطمه ويتابعون الشيخات والمتابعات الحكوميه باش يعطيهم جوا بالليل. والمنظمات الحقوقيه تابعين المؤثرين واش لعل وعسى يعطي ايفون 14 ولا ايفون برو ماكس. المنظمه الحقوقيه ما خارجينش يشوفوا الناس الكلاب ولاو اكثر من الساكنه في مدينه المحمديه، العربات، الكرويلات، البيوع، الحفاري، الحفاري في الطرقان، الناس كتبيع وتشري في الزنقه في الراشات، مثلا كيعدوا الماء الضو والكرا، كيبيع في الراشه كيجي عند القايد المقدم كيجري عليه، ما عندوش ما عندهمش، جيتو حصيتوهم ما عطيتهمش بدائل. هذا هو العمل الجمعوي اللي كيساهم في التنميه ومكمل القطاع الحكومي، واللي كيشنق على رئيس الحكومه باش يدير خدمته، واللي كتجي عند المنحه كيعطيها للبوفريه والفقراء وكيوصلها لهم. مع التجرد من التصرف في الاموال ديال الانسان. واحد السؤال الله يجازيك بخير، حنا كنعرفوا حاليا دابا المغرب يعني رفع من المستوى ديال المراه الشريفه والعفيفه المراه المغربيه. واش كتشوف الجمع كما كنقول الجمعيات هنا كتعطي هذه القيمه لهذه المراه؟ كتشوف المراه شنو خاصها؟ المشاكل اللي عند المراه؟ اخويا انا كنشوف المراه كاريه ب 900 درهم في لابيطه وفي الرشيديه وفي الحسنيه الثانيه مطلقه وكتمارس الرذيله باش تاكل طرف الخبز. كاينش حتى شي جمعيه جات عندها وجات عندها وسولاتها وقالت لها شي مشكل ديال نخدمك في حي صناعي ولا نشوف لك واش عندك شي ديبلوم ولا ننميك. يعني كتمجها الاندماج. المراه مقهوره. لولا الملك اللي دار مدونه الاسره وضغط وقال لا احل ما حرم الله ولا احرم ما احل الله، والمدونه راه فيها واحد شويه ديال كاين خلات الاسر يتفكوا وخلات الطلاق الى غتنوض واحد اعاده تصرف واعاده ماشي طمس المدونه بشكل ومضمون، ولكن حتى بعض بعض البنود وزياده بعض. دابا حاليا الشكي بقى غير مجرد كلام، حنا امتى غنقولوا ما كتخرج في الجريده فعلا الرسمية. فعلا ديك الساعه غادي نناقشوا الموضوع. دابا حاليا مجرد هذا غير نقاش. علاش خاصها تخرج لنا حاجه في الجريده الرسميه انا ذاك ممكن تطرح لنا المناقشه؟ حاليا دابا كنشوفوا غير الجمعيات. واش كدير التحسيس؟ واش كتشوف هذه المراه؟ ما كاينش جمعيات ديال الطبخ، ما كاينش جمعيات ديال مثلا الخياطه، وما كاينش جمعيات اللي كيتوسطوا للبنات المتشردات والبنات المتخلى عنهم والمطلقات والارامل المحمديه كامله فيها 50% من العيالات متشردين كيبيعوا الخبز والبطبوط والمسمن، وكاين النص ديالهم كيمارس الرذيله، وكاين واحد النوع اخر حتى هو كيمشي يخدم في القهاوي كيمارس يعني نادله سربايه. فين هو دور الجمعيه انها تبحث لهم على فرص ديال الشغل وتبحث تفتح لهم واحد الباب ديال التنميه ما يضيعوش في دهاليز الدعاره والتشرد؟ اين هو دور الجمعيه؟ انا بغيت نعرف هذا الجمعاوي هذا شحال كيتخلص؟ شنو اللي مصبر يبقى جمعاوي؟ وكيقولوا ما راه كيضربوا تمارا لوجه الله يريد الجنه. والله اخي اذا كان يريد الجنه فانا ابشره باذن الله انه من اهل الجنه، ولكن اذا كان اصراره على العمل الجمعاوي فيه جانب مادي اخويا والله الا اتقى الله توكل ولادك الحرام. شي لبسي كتدخل الفلوس لوليداتك من العمل الجمعوي ديال المحسنين وبشروك في السرطان وبشروك بالاوبئه والاوجاع والاسقام. انا خلي كلامي انا تابعني ولا ما تتابعنيش، انا لا اسميك ولا احددك ولا اقول جمعيه فلانيه، اتكلم بصفه عامه. انا كنقول البعض للبعض الله يجازيك بخير، ولكن كاين حجر وكاين طوب. الله يرحم لك الوالدين ايها الفاعل الجمعوي، سدي وتوب الى الله توبه نصوح، فالقادم يقدر يكون يشفع لك في اللي صار في اللي صار اللي مشى. رجع وخدم بالعمل الجمعوي بما يرضي الله، لعل وعسى الكلام ديالي ما تاخذوش عتاب، ما تاخذوش انتقام، وانا ماشي فاعل جمعوي باش نكون حاسدك، باش نقول اخوك في الحرب عدوك، انا واحد انسان تاجر مجاز غيور على مدينه المحمديه، اصابه ما اصاب مدينه المحمديه فاراد ان يشاطر الراي. ونحن في 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 الديمقراطيه وحريه الراي. حريه التعبير مكفولة شرطت ان لا يمثل الشخص الاخر. كيقفل القانون، كيقفل العرف، كيقفل حريه باب 14. كيقفل الانسانيه. واخا غير سؤال غنكثر عليك اسئله وسمح لي. كنشوفوا
كما كنلقاو شي وحدين اللي كيكون عندهم الوليدات ديالهم كيتصابوا بحادث السير او شي حاجه وكيتعرضوا للظلم، واش في نظرك الجمعويين كيجيو كيوقفوا معاهم لله في سبيل الله، ولا كيجيو كيوقفوا معاهم باراده نضاليه باش يسترجع داك السيد الحق ديالو، ولا ولده ما يضيعش ليه الحق ديالو، ولا باش يوقفوا معاه من اجل ان يجمعوا ليه واحد كما كنقولوا واحد المبلغ مالي باش يتعالج الولد ديالو، ولا كتكون امور اخرى؟ هي صراحه اللطف الالهي كيوقف مع ابناء اصحاب الحوادث السير واصحاب الامراض المزمنه. ملي كيلتجئوا للقنوات الالكترونيه هي المنصه بعد الله سبحانه وتعالى والدعاء وقيام الليل. والله كنتفرج في واحد الفيديو ديال واحد الشلحه امازيغيه كتلعتم في الدارجه، قالت الحمد لله على الزلزال لانه ورانا الناس والناس وراهم لينا. حمدات على الزلزال، قالت لك اسيدي عمري كنت في الفرماج، عمري شت نعس في مانطا، عمري عرفت هاد الدار غتعاود تبنى من جديد واخا ماتوا لينا ولادنا والى اخره، ولكن المغرب كله ولادنا، المغرب كله بانا فرحنا. وفي هاد الصدد وفي هاد كنبغيو نشكرو نوجهو الشكر لصاحب الجلاله وكذلك ادام الله عليه العمر والصحه وحفظ الله له بنته فاطمه الزهراء او خديجه وابنه مولاي الحسن. الحسن تاك. وكذلك كنوجهو التقدير والشكر الى القوات المسلحه الملكيه. اكيد، لان احنا السلطات كذلك المحليه. نحن الوالدين، شوف مع الاخت الله يجازيك بخير. احنا الاخ الكريم فهاد الصدد باش نرجعوا احنا ضروري احنا ملكيين. تحيه للملك امير المؤمنين حامل المله والدين. الحمد لله لو كانت رئاسيه راه ما غيتفاهم لا دكالي مع رحماني، لا رحماني مع عبدي، لا عبدي مع ريفي، لا ريفي مع صحراوي. الحمد لله الذي حفظ بلادنا بالملك محمد السادس من تمام امننا ورخائنا ورغدنا وعيشنا وكرامتنا ووحدتنا الترابيه ووحدتنا الاجتماعيه والنفسيه والدينيه. والصحراويه كذلك. اجتماع والصحراويه كذلك يعني اجتماعنا على الصحراء امازيغ الريف كذا كنا ملك من طنجه للقويره. الاصول الامازيغيه مزوج بوحده فاسيه وجمع بين وبين العربيه والامازيغيه، حفظنا بالمذهب المالكي، حفظنا بالدين السني. الملك القوات المسلحة الملكية لم تسمى قوات مسلحة ملكية اعتباطا أو عشوائيا، لأن احنا ثقتنا في الملك وثقة الملك في القوات المسلحة الملكية وثقتنا في القوات المسلحة الملكية، لأن هي جند الخفاء الذي يحمي البلاد من الأوغاد الخارجيين والداخليين. هو الجندي المتستر الذي لا يعرفه احد. حنا كنشوفوا البوليس، كنشوفوا الجندار، تحيه لهم من هذا المنبر، ولكن ما كنشوفوش القوات المسلحه، الناس اللي في الحدود. وفي ذكر هذه ان نار مني كان الزلزال الشرطه ما من البوليزاريو كانوا يحاولون يعني اختراق جدار العازل، ولكن كانوا الجنود لهم بالمرصاد جنود المغاربه. حنا الحمد لله الثقه ديالنا في الجيش ديال الملك، في التسلح ديال الملك، في الخبره والاستراتيجيه القياديه العسكريه ديال الملك، ولكن نعاتب الجمعويين، نعاتب رؤساء المجالس ورؤساء الجهة والبرلمانيين، وكذلك رئيس الحكومة أخ النوش الدكتاتور الذي يستعمل المال والسلطة ويزاوج بينهما، رغم أن اللي ما بغاش يتعاتب واللي ما بغاش الأخ الكريم يعاتبه ما غاديش يلوح راسه للعامة. بارك الله فيك. شوف تقلبتي أمور 40 مليون مغربي، بين لينا حنت يديك. حنا مع الخدمه الاجتماعيه والخدمه الانسانيه والمواطنه، حنا مع اخ النوش. واخا كاين اللي غايقول مع الحكومه ومع السلطه عامه، لا نريد الانقلاب ولا نريد زعزعه استقرار. لا يكفي ان الانسان كيحب مالك، ويعني ما مات يحب مالك الا وانك يعني كتشدني امي ملي تقول لي نوض صلي ولا ما تمشيش مع هذاك، راه جربني واعتدني، لكن هذاك حب هذاك. ما كتحب الملك ديالك والوطن ديالك الا انك تحترم جميع المؤسسات الدستوريه. لو خيرته أن أكون مسجونا معدبا مقتلا في بلادي ويحكمني ملك المسلم، وبين أن أكون ذو جنسية فرنسية أو أمريكية ملك المسلم اللي هو محمد السادس نصر الله، أموت فيه. أن كنت داخل حكم مسلم أحسن من كون عند حكم نصراني أو صليبي. الملك سد على ماكرون تشينيزي. الحمد لله. العزة للمسلمين. مغرب اليوم مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس. أكيد أكيد أكيد. واخا كلمة وقيلة أخيرة ياك باش من لا أنا كنت باغي نقول لك غير كاين الناس اللي غتبقى يقول لك هذا الشاب ينتقد، ولكن بغينا الشاب شنو الرسالة اللي ممكن ولا النصيحة اللي ممكن تعطي لبعض الجمعويين الفاسدين؟ النصيحة اللي نقدر شوف النصيحة اللي نقدر نعطيها لبعض الجمعويين، لا أظن أن
جماعة معينة يكون من رئيس الجماعة إلى الأمين العام إلى الكاتب إلى آخر فرد منهم يتواطؤون على السرقة. ضروري كاين منهم واحد ولد الناس. الله يجازيك بخير ما تصبرش ونكر وشهد بالحق. أريد الرجال صالحين أن يأخذوا زمام العمل الجمعوي، لأن في صلاح العمل الجمعوي صلاح المجلس البلدي، وفي صلاح المجلس البلدي صلاح الجهة، وفي صلاح الجهة صلاح البرلمان وصلاح الحكومة، فهي سلسلة متسلسلة مترابطة مرتبطة. إذا انقطعت حبة انقطعت يعني السلسلة بأكملها. فنحن نتعاضد مع بعضنا 10 10 20 25. فلا نريد أن نجعل من الفاعلين الجمعويين يغيبون على الساحة، بقاو في العمل الجمعوي، ولكن بينوا لنا حيت ما شفناش، بينوا لنا كنتسناوكم، صوروا وبينوا، راه الناس كيتسناوكم متعطشين للعمل ديالكم. نريد أن من هذا المنبر هذا إلى غدا باقي عندكم الوقت، خرجوا بينوا لنا كما انتم خرجتوا رديتوا عليا في شوف تيفي، ومنكم من يريد ان يقاضيني لانني بخست حق الجمعيات وطعنت في بعض الجمعيات. واحد السؤال، واش جبتي سميت شي جمعيه؟ لم اسمي احد، لم اشهر باحد، وقلت بعض، انا قلت بعض الجمعيات. يعني ما كاينش تسميه شي جمعيه؟ لا. شوف انا اريد ان تتبارزوا، واريدكم ان يعني كل واحد يبين فيكم. فليتنافس المتنافسون، وغد لناظره قريب، ونحن ننتظر منكم التدخلات ديالكم على ارض الواقع، ماشي في المحاكم متابعه من ينتقدكم. انا ما نتمنى من هذا الوازع ديالكم وهذا الغدر، هذه القوه اللي فيكم، وان انا ماشي شفار، انا مانيش شفار. بي لي الفلوس، انت ما سميتي حتى شي واحد. بي لي الفلوس فين مشات، نشوفها في ولاد المدينه ونشوف في الاثر ديالك في المدينه. السلام عليكم، تحياتي لكم. اذا الى هنا متتبعي جريده كا ترونسيس، سوف ينتهي هذا المباشر، نضرب لكم موعدا آخر مع مباشر آخر من مدينة المحمدية. تحياتي لهذا الشاب الغيور على المدينة وكذلك على الوطن، ومحب لملكه ولملكنا كذلك، ملكنا صاحب الجلال محمد السادس نصر الله وأدام له العرش. تحياتي أدام له العرش، تحياتي لكم وإلى اللقاء.